يا رب يا رب يطلع شي بالميجا. ايه ليش هيك الحظ معفن شوي؟ بسم الله يا رب يا كريم. سبع بطاقات سبع بطاقات. بسم الله يا اصدقائي، بسم الله، ان شاء الله يطلع شي فردية. وكنتوا مثلا جايبين جرف جديد. اوكي ست بطاقات ست بطاقات. اوكي 37. اوكي يا اصدقائي بطاقة عم ضوي. بسم الله. اوكي اوكي ليتس جو. اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم سيف يا أصدقائي. اليوم يا أصدقائي عنا تفتيح باكيجات. طبعا مثل ما كنتم شايفين نزل البطل جريف حقه 169 يورو يعني 170. صراحة أبدا لا حدا يشتري، ما بنصحكم أبدا، حتى ما بيسوى. يعني هو بطل استثنائي يا أصدقائي، ويعني أبدا ما بيسوى. يا أصدقائي نشوف النسبة على السريع، عفوا نوع الموارد. تمام النسبة يا أصدقائي، نسبة الاستثنائي دائما بتكون عالية. يعني النسبة الأسطورية 5757، فنسبة منيحة الصراحة، و 13,000 الحساب معه. فا تمام خلينا نبلش تفتيح. طبعا في واحد من اتحادنا اخذ جريف وما مر على نزول جريف 10 دقايق، يعني صار مر نزوله 7 دقايق 8 دقايق، يعني هلا دغري نزل، فما لحق لسه ينزل حدا يجابه. فقلت لحالي يلا كمان نحن نبلش تفتيح. بسم الله رح بلش بالصناديق الصغار. اوكي بسم الله ان شاء الله يطلع شيء. طبعا نسبة الاستثنائي كمان. اوكي شو هالجهاز؟ نايس جهاز دول جديد، حلو حلو. اوكي كمان عنا، طبعا انا عم ببدأ بالصغار مشان بس تزيد النسبة شوي، بعدين ببدأ بالميجات ويعني بمشي عادي. فعنا تمام هون كمان واحد صغير على السريع. مو صوت لعبة شوي. اوكي افتح هاد. بسم الله السبقة. تمام طبعا عنا يعني سيزون كامل الا 10 تيارات تقريبا، يعني بنحسب سيزون. اوكي اوكي يا اصدقائي بعد ما فتحنا الصغار الحنتي على الكبار، يعني نمشي بالسرب عادي. اوكي هذا كمان صندوق كبير، ان شاء الله يطلع لنا شيء. نحن هلا عم ندور على الجريف الصراحة، يعني حتى الجريف اذا فت. اوكي بسم الله نايس نايس كمان جادجت حلو. طبعا مثل ما قلت لكم اصدقائي اذا فتوا بالفردية وكنتوا مثلا جايبين جريف جديد. اوكي ست بطاقات ست بطاقات. بسم الله نايس حلو حلو صراحة جادجت بالهبل. وفتوا بالفردية بيكون كله الماب كله جريف، فيعني شيء ممتع الصراحة. مثل ما نزل مثلا ادجار، وكمان مين نزل والله ما بتذكر، في بطلين نزلوا ادجار ومدري مين، المهم هيك بصير. اوكي بسم الله. اوكي نفتح هذا بعدين نرجع. اوكي 37. اوكي اصدقائي بطاقة عم ضوي. بسم الله. اوكي جهاز باز يعني ماشي الحال. اوكي نرجع ان شاء الله يطلع شيء، ان شاء الله يطلع شيء بطل يا رب. بسم الله رح اشوف بس النسبة قديه صاري. يا اصدقائي النسبة 5700 نفسها على الاغلب نفسها. اوكي نكمل. بسم الله يا رب يا رب يطلع شي بالميجا. اوكي ليش هيك الحظ معفن شوي. بسم الله يا رب يا كريم. سبع بطاقات سبع بطاقات. بسم الله يا اصدقائي بسم الله ان شاء الله يطلع شي يا رب. بسم الله يا كريم. اوكي جياس ادجار و اوكي اوكي ليتس جو. اوكي اصدقائي جبنا جريف بنجاح، ليتس جو ليتس جو. مثل ما انتم شايفين يا اصدقائي جبنا جريف بطل اسطوري اسطوري بمعنى الكلمه. مثل ما قلت لكم يا اصدقائي ما بيسوى ابدا. ولسه كمان عندنا باكيجات ولسه في مسال كؤوس، ما بيسوى ابدا 70 170 جوهره. فيوب ليتس جو.
جبنا قريف يا اصدقائي. اوكي هات كمان جايبه، بسم الله، نايس، كله يا اصدقائي. هلا الحظن اسطوريين كلهم عم يجيبوا. ليتس جو قريف، ليتس جو، نايس. بس اسمع صوته، نايس. شو اخذنا كمان؟ جادجتات وشرقات. اوكي رح نحط، نايس، صفر كاسمل. اوكي اصدقائي رح اجرب جيم على السريع بقلب الفيديو، بسم الله، رح احط فرديه، اكيد رح يطلع بوتات، فمشان هيك اوكي. حتى بالبوتات رح اختبر قوته، انه البطل ما بتقدر تختبر قوته الا يكون بوتات اللي تعرف تضربه عليهم سوبر وشغلات. بسم الله. اوكي يا اصدقائي، طبعا من قريب اكيد اقوى، نايس، 3 ضربات قوه 1 بكسر صندوق دايم يعني الصراحه. اوكي كمان ناخذ هذيك على السريع، حلو الضربات. طبعا طريقه اللعب جديده، بيطلق 3 ضربات. اوكي هون في انرجي، ما رح اجمع كثير انه على حالتين هن بوتات، ف حاول عفوا. اوكي الاوتو ايم نص نص فيه، بس انه تايم احسن. اوكي رح يقتلنا والله التك، البوت رح يقتلنا. تعال نجرب السوبر عكار يا اصدقائي، السوبر، تعال، نايس، حلو مثل ما انكم شايفين، هي سوبر تاني على ايمز، نايس والله، طريقة اسطورية اللعب. اوكي رح خليها تجي هيك بعدين، يا حرام. جيم على السريع، بسم الله، بتمنى تضغطوا زر اللايك وتشتركوا القناة اذا عجبكم الفيديو يا اصدقائي. انتوا البار اللي هيك على السريع، كوت، لا يا كوت. اوكي ضربة من كوت، يا رب، حلو. اوكي الاموجي تبعه الصراحة يعني نص، مو كتير مو هالدرجة، في اموجيات ابطال بتعجبني اكتر، بس البطل بكل صراحة عن جد بطل اسطوري، عن جد بيستحق، بس مو يستحق 100 جوهرة، بيستحق انه تتعب عليه شوي بالباكيجات وتصرف شوية موارد مشانه، بس 170 جوهرة ابدا ما بيستحق، ما بنصحكم ابدا. اوكي تولع هيك على السريع، نايس. اوكي بريمو سبقنا على الدرينك انرجي، والله هربنا باعجوبه يا اصدقائي، عن جد هربنا باعجوبه. فيني تحتي لحلس شوي بعدين الرحلة. اوكي نايس، حلو. رح اخذ هاد، حان وقت الانتقام يا صاحبي، يلا هي اخر واحدة سبة. اوكي يا اصدقائي، هاد كان يعني بطل جريف، وان شاء الله يطلع لكم يعني اذا بتفتيح، اذا مو تفتيح ان شاء الله يطلع لكم. وصراحة عن جد بطل بيستحق، واعطوا مهمة بألف يعني الصراحة ديميا، المهمة انه اللي شال برول باس بده يحصل السكن اسرع او شيء. فهاد كان فيديو اليوم، بتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، اذا حبيتوا بتمنى تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك، وبس يا اصدقائي مع السلامة.